كشفت دراسة بريطانية جديدة في مسح أجرته شركة دايمو للتأمين أن نصف مليون حادثة سير تتسبب بها النساء سنوياً، والسبب في ذلك انشغالهن بوضع المكياج أثناء قيادة السيارة، مما يؤدي إلى عدم التركيز وإهمال قواعد السلامة. وقد اعترفت 5 نساء بانشغالهن بوضع الماسكارا أثناء القيادة. We find women are more conservative drivers and tend to do things more safely, be less aggressive. But in this case, it seems they're doing something quite silly and it's kind of high profile. You will be spotted if you're putting makeup on and therefore the police may take action. فقط 3% من النساء اعترفن بأن انشغالهن بوضع المكياج أثناء القيادة كان السبب في التسبب بحادث مروري. أظهر المسح أن صغيرات السن ممن تتراوح أعمارهن بين 17 و21 عاماً يعطين الأولوية لمظهرهن أثناء القيادة على تطبيق شروط السلامة، مما يجعل منهن الفئة الغالبة في التسبب بحوادث السير. هذا وقد فرضت السلطات البريطانية عقوبات جديدة قد تؤدي إلى السجن 2 أو أكثر في حوادث الدهس التي تؤدي إلى الوفاة. I've seen a lot of women doing it at traffic lights, lipstick, mascara, but I have actually seen people applying makeup whilst driving. But I imagine that any form other than concentrating on your driving would leave yourself open to having an accident or a collision. وكان للقوانين الجديدة أثرها في تراجع حوادث السير بين السيدات أقل من 50 عاماً، حيث تراجع عدد حوادث هذه الشريحة بنسبة 6%. جدي عثمان، NBC، لندن.